موضوع يعني القروض للشبان هو مش موضوع مباشرة يقوم به البنك المركزي، هي البنوك التجارية. وحسب معرفتي أنه البنوك كلها تعطي إمكانيات للشباب على الحصول على قروض عندما تقدم المشاريع متاعها للتمويل، لكن تختلف ربما الإشكالية اللي مطروحة هي في الضمانات اللي تطلبها البنوك. وفي الكثير من الأحيان الشاب ما يكونش عنده ضمانات العينية والضمانات اللي مطلوبة من البنوك، وهذا عمل طويل لابد أن نقوم به لتحسيس البنوك على أنها تقر القروض وتعطي القروض للشباب على أساس نوعية المشروع وقدرة الشاب على إنجاز المشروع هذا. وهذا العمل معنا لازم أن يتواصل في الفترة القادمة لنصل إلى أحسن نتائج، لأنه في الكثير من الأحيان كذلك ما نجمش ننسى أنه كيفاش يعرف البنكاجي كيفاش ينجم يفرق من الشاب اللي عنده قرض عنده ياخذ قرض باش يعمل مشروع ناجح وربما في حالات أخرى مش ناجح. القدرة على يعني تمييز بين الأثنين صعبة وصعبة جدا، والبنوك في الكثير من الأحيان ما عندهاش الكفاءات اللازمة باش تقوم بهذا. ونرجع إلى تكوين يعني موظفين البنوك وتحسين تكوينهم لكن ينجموا يقوموا بالعمل هذا في أحسن ظروف. لا ما عندوش تشجيع خاص اللي نجم يقوم به البنك المركزي في هذا المجال، لكن لابد أنه نتحدث ونشوف الآليات تكوين الموظفين تاع البنوك إلى غير ذلك. هذا نجم نقوم به، نجم نتحدث معهم ونجم نحسوهم للموضوع ونشوفوا شنية الأمكانيات. هذا ربما هذا موضوع يستحق أن نكب عليه. شكرا.